من أجل الارتقاء بالتبليغ الرسالي الحسيني النسوي واستعداداً لشهري محرم الحرام وصفر الخير، أقامت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلة بجامعة أم البنين عليه السلام الإلكترونية النسوية بالتعاون مع جامعة النجف الأشرف الإلكترونية النسوية الملتقى السنوي الثاني للمبلغات والطالبات تحت عنوان نلتقي لنرتقي، وذلك على قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمؤتمرات في الصحن العباسي الشريف. طبعا لا يخفى على حضراتكم التبليغ عبارة عن مهمة أساسية من مهمات الأنبياء. النبي هو الذي يبلغ أحكام الله تبارك وتعالى. إنسان عندما يتصدى إلى التبليغ لابد من توفر بعض القواعد لعملية التبليغ تحت رعاية العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون بين جامعة النجف النسوية تحت رعاية مكتب سماحة السيد السيستاني وجامعة أم البنين التابعة إلى العتبة العباسية. أقيم هذا الملتقى لجميع المبلغات والطالبات، وهناك كانت دعوة للعتبات، الجهات النسوية للعتبات وبعض الأماكن المقدسة للحضور إلى هذا الملتقى قبل شهر محرم وصفر لكثير من المحاور التي تم التطرق إليها، ومنها هو هناك كانت كلمة لسيد جعفر الحكيم أحد فضلاء الحوزة واحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وكذلك سماحة سيد أحمد الصافي بعنوانه أستاذ وفضيلة للحوزة العلمية وبعنوانه متولي الشرع العتبة العباسية. ملتقى تثقيفي تبليغي تضمن محاضرات توجيهية وجلسة حوارية تم فيها طرح الرؤى والأفكار وكيفية التعامل مع النساء في المجتمع وتوجيههن نحو الإصلاح والرشاد. شارك فيه ما يقارب 300 طالبة من جامعتي أم البنين عليه السلام والنجف الأشرف الإلكترونيتين، اللواتي بدورهن تلقوا دروساً في الفقه والعقائد والسيرة العطرة للرسول وآل بيته الطاهرين. إن شاء الله نكون بالتبليغ، أولاً مجالس خدمة الزائرين، أول ما نقتدي إحنا بأخلاقنا لازم نعكسها، نكون نتحمل يعني مجالات كلها، يعني تعاملنا مع الزائرين، الحشمة، الاحترام، الأخلاق اللي نعكسها. إذا ما أنا عندي أخلاق ما راح أعكس للزائر شلون، بحيث أنا أكسب الزائر راح يحترمني بأخلاقي بأدبي، أنطي الصورة الصحيحة لأهل البيت. كما تعلمون اليوم وظيفة المرأة بالنتيجة التي نريد أن نستحصلها من هذه الدراسة أن نعد مبلغة رسالية على نهج الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، ولحاجة المجتمع إلى المبلغة النسوية اليوم، خصوصا نحن مقبلين على شهري محرم وصفر، فهذه المواد تساعد المبلغة على أداء محاضرة متينة قيمة تلامس الواقع وتعايشه، وتستطيع الوصول إلى مختلف الأذهان والمستويات من الجمهور. هذا المؤتمر طبعاً وضح نقاط عديدة أنه كيف لازم المبلغة تمارس عملها التبليغي بشكل صحيح. كثير من نقاط الضعف موجودة لدى المبلغات في يعني في جميع في أزمنة مختلفة، يعني في الأزمنة الماضية. الجامعات هذه وهذا المؤتمر هدفه أن يتجاوز هذه الثغرات، خلينا نقول هذا الضعف بالتبليغ. يريد المبلغة تمارس عملها بشكل يعني ينوم عن ثقافة، عن معرفة حقيقية، عن أسلوب مؤثر. يعني لما تكون المبلغة مؤثرة في السيدة اللي تتلقى المعلومة راح يكون فد شيء، يعني فد شيء كلش كبير، يعني يستحصل فائدة كلش كبيرة، إنه اللي تتلقى المعلومة راح تستفاد منها، راح يعني تتأثر بها، راح تعمل بها، مو مجرد إنه كلام تسمع اليوم وباكر تنساه وراح وهاهي. جامعة أم البنين عليه السلام النسوية الإلكترونية التابعة للعتبة العباسية المقدسة صرح علمي وفكري يهدف إلى إعداد وتنشئة جيل رسالي من المبلغات باستطاعتهن إيصال صوت النهضة الحسينية المباركة إلى كل مكان في العالم، ويساهمن في نشر الخطاب الديني الواعي المعتدل.